تماشى إطلاق مركز أبو ظبي للصحة العامة للمختبر المرجعي المتنقل من المستوى الثالث للسلامة البيولوجية مع رؤية قيادتنا الرشيدة، والتي تهدف إلى تعزيز القطاع الصحي في أبو ظبي وإدارة تحديات الصحة العامة التي يواجهها المجتمع، بهدف توفير خدمات صحية عالية المستوى لأفراد المجتمع. ويعتبر المختبر نقلة نوعية في قدرات إجراء الفحوصات الحديثة والسريعة لتحديد الأشخاص المعرضين لمخاطر العدوى الفيروسية الخطيرة والعوامل المسببة للأمراض المعدية، من خلال توفر المختبر في مكان تواجد المريض والحالات المشتبهة بإصابتها بأمراض معدية. صمم المختبر المرجعي المتنقل خصيصاً لتلبية احتياجات إمارة أبوظبي، وذلك بعد خضوعه لجولات دقيقة من المراجعات الفنية والتقييم. وتم فحص هذه البيئة المدمجة طوال مراحل التصميم والتصنيع لضمان استيفاء المعايير واعتماد أعلى جودة للمواد المستخدمة. وقد تم بناء المختبر المتنقل كوحدة مكتفية ذاتياً، حيث تم تزويده بمولد طاقة كهربائي يوفر الطاقة البديلة في حال انقطاع التيار الكهربائي. ولضمان احتواء مسببات العدوى، فقد صمم المختبر ليكون محكم الإغلاق ومجهز بنظام لمنع التداخل والقضاء على مخاطر تلوث أماكن العمل أو البيئة المحيطة. كما تتم تنقية الهواء الداخل والخارج عبر مرشحات عالية الكفاءة في التقاط الجسيمات الدقيقة والمسمى بالهيبا فلتر. وتخضع جميع الأنظمة والخدمات الفنية بالمختبر للمراقبة والتحكم عبر نظام إدارة المباني للحفاظ على معايير المعدات وتسجيل جميع البيانات الضرورية. سيصبح المختبر المرجعي المتنقل من مستوى الثالث للسلامة البيولوجية ميزة إضافية مؤثرة في ضمان قدرة الإمارة على الاستجابة سريعاً لأي تهديد قد يمس الصحة العامة. وقد صمم المختبر بالتعاون مع مختبرات جيرم فري وقسم المنشآت والمباني في مدينة الشيخ خليفة الطبية، ليكون سهل الانتقال حسب الحاجة، وليتم تشغيله بأدنى حد ممكن من البنية التحتية إذا لزم الأمر. The state-of-art mobile BSL-3 facilities, cutting-edge molecular diagnostics capabilities enable us to handle highly contagious agents. The mobile BSL-3 lab would function as a one-step platform integrating sample handling, diagnosis, and even sequencing and characterization in one location. The BSL-3 lab would be a substantial contribution to public health concern, particularly at this time when we are facing several challenges.